تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو المنقضي، وذلك في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دوريا للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي يتم تلقيها ورصدها، وأيضا خطوات التفاعل الجاد معها، وذلك من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.